السلام عليكم. اليوم نلقي نظرة على الملعب تاع التدريبات نتاع ملعب نيلسون مانديلا، ونشوف يعني طريقة تاع الصيانة تاع الملعب، تاع الأرضية تاع الملعب هذا. ونتأسف عن عدم وجود يعني رواق تاع ألعاب قوى مثلا، أو مدرجات يعني حتى ولو 2000 أو 3000 للمتفرجين. لكن معليش، أرضية يعني الأرضية العشب تعتبر جيدة. فيعني وبالمناسبة فأحيطكم علما بخبر جميل جدا، وهو أنه الفاف الفيدرالية الجزائرية لكرة القدم رسلت جميع الفيدراليات في إفريقيا كي تقوم بمقابلتها لما عندهاش ملاعب مرسمة من طرف الكاف، تجي تلعب مقابلة تاعها في الجزائر. وهذه نداء رائع، يعني حاجة مليحة لكي يتم يعني استثمار هذه المنشآت الرياضية تاع الجزائر في جلب مزيد من السمعة الكروية الطيبة للجزائر، وكذلك المزيد من المداخل للنسبة للفاف في يعني كراء الملاعب لإجراء مقابلات نتاع هذه البلدان الإفريقية اللي ما عندهاش ملاعب، وهي موجودة كثيرا. كان حوالي 13 دولة في إفريقيا ليس لديها ملاعب أومولوجي مرسمة من طرف الفيفا. إذن إن شاء الله يكون فيها خير، والسلام عليكم.